السلام عليكم. في بعض الأسئلة عن موضوع الريفت والهاردوير بتاعه. الريفت برنامج بيعتمد على السي بي يو أو وحدة المعالجة المركزية، فلو أنت بتشتري جهاز حاول إن أنت تجيب حاجة المعالجات بتاعتها 3 بلس جيجا هرتز مع مالتيبل كورس، ده هيديك أداء كويس. كل ما بتعلي في وحدة المعالجة المركزية السي بي يو كل ما ده بيديك أداء أعلى. في بعض البرامج مش من ضمنها الريفت بتقدر تختار هل انت هتعتمد على وحدة المعالجة المركزية ولا هتعتمد على كارت الشاشة اللي هو الجي بي يو جرافيكس بروسيسنج يونت. فالريفت لا، هو بيعتمد على السي بي يو. طيب لو انت عايز تعمل وانت شغال، هو بيعتمد على وحدة معالجة رسومات بسيطة خالص، يعني مش لازم حاجة عالية، او هو عايز كارت شاشة عادي يقدر يشتغل بيها. لو انت بتشغل بقى في ال 3D او حاجات كبيرة او يفضل ان انت تشتري كارت شاشة عالي، ده لو انت مهتم بال 3D ومهتم بالرندر ومهتم بالظلال والحاجات دي كلها. اغلب الناس بتبقى شغالة على ال 2D يعني، انما لو حد شغال على الرندر في الريفت او مهتم باداء عالي او معاه مشروع عالي، ساعتها هتضطر ان انت تستثمر شوية في الكارت الشاشة. بالنسبة للأوتوكاد، هو برنامج بيعتمد على السي بي يو وحدة المعالجة المركزية، والفي رام اللي بيوصلوا بيه في الأوتوكاد هو 128 ميجا، وهو ده اللي تقريبا موجود في كل الأجهزة. أنا هسيب لكم الكلام أسفل الفيديو برضو. السلام عليكم. في سؤال عن أفضل وحدة معالجة مركزية حاليا عام 2022، طبعا كل شويه هيتغير هيبقى كلام قديم، لكن حاليا افضل حاجه موجوده هي انتل i9 اللي هو 10900 كي، او عندك الاي ام دي رايزن اللي هو 5950 اكس، ده اداء حلو قوي. لو انت عايز حاجه يعني تناسب الميزانيه بتاعتنا، هتلاقي الاي 7 اللي هو 9700 من انتل، او رايزن 3900، او AMD 3700. سؤال تاني، هل الاي 5 كافي للريفت؟ الاي 3 والاي 5 من اي جيل مع كارت شاشة 2 جيجا ورامات مثلا من 4 ل 8 جيجا، ده كافي لحد 2019 مثلا ريفت وتوكيت. لو انت تقدر تشتري كارت شاشة اعلى هتبقى ده احسن يعني. هل ممكن نشغل الريفت على رامات 4 جيجا؟ المنتجات بتاعت الريفت بتستفاد من المالتيبل كورس عشان تعمل مهام مختلفة، فلو انت عندك 16 كورس هتعمل لك رندر حلو وشبه واقعي، يعني 4 جيجا كافي. تمام. هي المشكلة ان لما تكون مشغل برامج تانية بتبدأ تسحب منها. ال AMD حلو للريفت، ال AMD وانفيديا بتشتغل بشكل حلو مع برامج اوتوديسك، وبتعاونوا معاها بحيث ان هم يختبروا البطاقات الرسومات بتاعتهم والشغل بتاعهم والحاجات دي، فهي شغالة بشكل كويس. ال AMD كويس للاوتوكاد، كويس. الانتل ال AMD شغال بشكل يمكن احسن من انتل، بالذات AMD رايزن فيها عدد اكبر من الكورس، فهتلاقيه كويس وهو سعره اقل. بطاقة الرسومات اللي هي 2 جيجا كافية للريفت؟ يعني بالعافية بلاش. تمام. هل الجي بي يو بيأثر على الريفت اللي هو كارت الشاشة؟ في حاجات كتيرة جدا بتأثر طبعا، زي السي بي يو او سرعة ان احنا بنبعت الحاجة من السي بي يو للكارت الشاشة، حاجات التعقيد في الرسومات، ايه الحاجات اللي احنا حاطينها، هل احنا بنرسم حاجات خطوط مستقيمة ولا بنقعد نرسم كيرفات وزو حديد والحاجات ديت، طبعا بيأثر. بس يعني ان انت تشتري كارت غالي جدا عشان تشتغل على الريفت ما بتحسش بتأثير غير لما تشتري كارت شاشة
واو، اللي هو بقى ايه يعني بمبلغ وقدره يعني. فحاول تستثمر اكتر في الرامات والسي بي يو، وحده المعالجه المركزيه، الهارد.